FM. الكلمة ليك. Good girl. كود جول إلى الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة الذي ينشر الكراهية والحقد والبغضاء، إلى السياسي الافتراضي الفيسبوكي الذي يدير حزبه بالسكايب، إلى الغني في أمواله في بريطانيا والفقير بأفكاره في تونس. يا راجل، سلة احتجاج وفي الطريق العام هكا علموك في بريطانيا، علاش ما كملتش عملت جنازة وطنية توصل بها للجلاز وغادي تصلي الصلاة، لكن مش على روح اللجنة متاع بشرى الحاج حميدة، أما على روح الممارسات الشعبوية التي لم تعد تنطلي على برشا ناس. أما فما قلة لغالب ضعاف شخصية وعنده مشاعر انفعالية سريعة، وهي فسعة ما تتأثر بالفولكلور السياسي اللي تعمل فيه سيادتك. حاسيلو ملا فتح مبين صار في شارع بورقيبة نهار 3 أوت، حشد 20 مش مليوني، حشد ساذج واعتباطي مسقط ارتجالي، الغاية منه كسب التعاطف باسم الدين. ايه هاشمي يا اخي، ما زلت غادي؟ دي حركة النهضة اللي نسمي عليها الاسلام السياسي، فصلت بين الدعوي والسياسي وقالت ما عادش احنا حركة دينية بل اصبحنا حركة مدنية حديثة، وحتى المرشد ولا الرئيس الحزب متاعهم لابس كرافات. طيب باش تقنعني اللي انت معناتها حامي الدين والمسلمين وامام التوانسة من بنزرة التتاوين؟ يا مولا استوديو الكروماكي في لندن، لقد فاتكم القطار. ننصحك بصراحة سايب عليك من السياسة، ويبدو انه نرمين صفر ومشتقاتها تليق بك مدام انت تعمل في الدعارة السياسية، وهذه ديديكاس منا ليك. ميحي مع الرياح ونتميح، ميحي مع الرياح، ميحي مع الرياح ونتميح، ميحي مع الرياح، ميحي ميح. حسيلو حاول لا تيأس، هذه كود جول. كود جول. الكلمة ليك.